اهلا وسهلا بكم مرة اخرى. احنا دابا كنتمشاو بجانب شاطئ منطقة الصويرية بمدينة اساتي. شاطئ جميل ورمال ذهبية وامواج جميلة وصوت الامواج الجميل اللي كيبعث لنا في خاطرنا حاجة جميلة في انفسنا وكيريح لنا انفسنا. انا من عشاق البحر، اعشق البحر، وفي الماء نكون بجانب البحر كنكون براحة نفسية جميلة. فنتمنى وانا كنتمشى بجانب البحر حبيت نهديكم صوت هذه الامواج ونهديكم هذه الامواج الجميلة الهادئة. بغيت نهديكم هذه الامواج هادئة نهديها لكم وانا كنتمشى. كنتمنى تعجبكم وتستمتعوا حتى نتوما بها كيف ما كنستمتع بها انا وانا كنتمشى. اهلا وسهلا بكم، صباح الخير الناس اللي عندها الصباح، ومساء الخير الناس اللي عندها المساء. اهلا بالجميع، ناس المغرب وناس خارج المغرب وناس كل العالم بدون استثناء، نساء رجال اطفال، اهلا بالجميع. كنحييكم اليوم في هذه الجولة البسيطة بجانب الأمواج الجميلة. أتمنى تعجبكم، أتمنى نشوف منكم دعم للقناة. الناس اللي مشتركة في القناة والناس اللي مازال ما مشتركاش، نتمنى نشوف منكم اشتراك ودعم، تشجعوني وتدعموني ونشوف منكم تعاليق جميلة من بعد ما تريحوا أنفسكم مع الأمواج الجميلة. تهديوني تعاليق جميلة واشتراك ودعم للقناة باش نستمر نعطي أكثر، وهادشي يفرحني ويشجعني بزاف. شكرا لكم جميعا، كنحييكم اليوم من جانب هذا الشواطئ الشاطئ الجميل. شكرا لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم بالجميع، مرحبا وألف مرحبا. أهلا بكم بمدينة آسفي الجميلة بتاريخها العريق وحضاراتها العريقة حاضرة المحيط. آسفي التي تتميز بشواطئها الجميلة ورمالها الذهبية التي يعشقها كل زائر لكي يجي المغرب وكي يجي الآسفي. كتعجبو آسفي وكتعجبو الشواطئ ديالها الذهبية وكتعجبو الرمال الذهبية، وكيجيو النحاتين من كل عالم باش كيديو من هنا الرمال من منطقة آسفي، كيديو الرملة من هنايا كيمشيو كيخدمو بها كينحتو بها لأنها رمال متميزة. عندنا الرملة في آسفي متميزة بحال الذهب دايرة. فأهلا وسهلا بكم، كنتمنى تكونوا كتعجبكم هذا المنظر ديال الأمواج، استمتعتوا معايا مزيان بهذه الأمواج الجميلة. ومرحبا وألف مرحبا معكم بقناة كاشيري حكيمة، قناة بسيطة متنوعة. أتمنى اليوم هذه الهمسة ديال اليوم تكون عجباتكم، وأنا صورت لكم هذه الفيديوهات وأنا مع العائلة ديالي في شاطئ منطقة الصويرية في آسفي. منطقة جميلة بزاف سياحية يأتيها الزوار من كل العالم، وبالصيف كتكون مكتظة مملوءة بالناس، كتكون فيها أنشطة ترفيهية سهرات متميزة بزاف جميلة بزاف. كل من كيجي الآسفي كيجي لمنطقة الصويرية، أنها منطقة جميلة من جميع المغرب كتجي الناس تصيف بها، وأنا كتعجبني بزاف. أتمنى تدعموني وتشجعوني، أتمنى يعجبكم هذا الفيديو. حبيت نصوره لكم فقط من جانب البحر، كل من يعشق البحر وكل من يعشق الأمواج الهادئة الجميلة غيتستمتع وغيعجبو هذا الفيديو، وغادي يدير اشتراك وغادي يدير دعم وغادي يدير تعاليق جميلة وغادي يدير لايك وغيدير ابوني واشتراك بالقناة، يفرحني بزاف ويشجعني. ومرحبا وألف مرحبا بكم بالجميع، كنحييكم اليوم بهذه الجولة الجميلة والبسيطة
بجانب شاطئ منطقة الصويرية التي كتبعد على مدينة أسافي حوالي 20 كيلومتر. منطقة جميلة بزاف، كتميز بشواطئها الجميلة وبسكانها، ناس مضيافين بزاف، كيرحبوا بالناس بزاف وجميلة بزاف. انتم كتشوفوا معايا الناس، عائلات مع وليداتهم كيجيو كيصيفوا هنايا وكيتفوجوا كيسيحوا. قدامنا كنشوفوا من هذيك المنطقه اللي كنشوفوا قدامنا، هذاك البنايه اللي كنشوفوا قدامنا، هذاك ميناء الصويريه وهذوك السفن، وميناء الصويريه والسفن بجانبه سفن لصيد، سفن صغيره لصيد السمك والسردين. شوفوا معايا الناس، اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم، معكم نسمة ورود جميلة تحييكم، اهلا وسهلا بالجميع. أحييكم، نحبكم، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله، نتمنى نشوف منكم دعم، إلى اللقاء، نحبكم. أهلا ومرحبا بالجميع، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، خليت لكم الراحة والأمان وعطلة جميلة ويوم جميل، يوم سعيد، إلى اللقاء، تحياتي لكم. أحبكم.